نعم. بارك الله فيك. ما الحكم إذا ومن سمع؟ نعم. ما الحكم إذا أراد الأب تزويج ابنته من شخص بدون خطبة وبدون مهر؟ كيف بدون خطبة؟ يعني هو يخطب الرجال؟ لا. ها؟ الرجل لم يخطب ابنة الرجل. ها؟ الرجل لم يخطب ابنة الأب. بنت الأب. يعني إنسان خطب بنتا من أبيها. ها؟ بدون خطبة وبدون مهر. هو طلب منه أن يتزوج ابنته. هبة هدية يعني؟ نعم. ما يجوز الهدية، لا يجوز، لأن الله تعالى قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، يعني خاصة من دون المؤمنين. ولا يحل للإنسان، أي إنسان، أب أو أخ أو عم، أن يزوج المرأة بدون إذنها، سواء كانت بكرا أم ثيبا. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الأين حتى تستأمر. قال وكيف إذنها يعني البكر؟ قال أن تسكت. وما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من الظلم الغاشم من تزويج بناتهن بمن لا يرضينه، لكن لأنه ابن عم أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام عليه، والنكاح غير صحيح. وهذا الرجل لا يحل له أن يجامعها، إن جامعها فهو بمنزلة الزنا والعياذ بالله، لأن ما تحل مهم رأته حتى تأذن. وإن كان ليس مثل الزنا بمعنى أنه يقام عليه حد الزنا، لأنه في شبهة، هو يعتقد أن هذا صحيح، فهذه شبهة تمنع الحد.